مرحبا انا الدكتور باتريك سنايفر اختصاصي بجراحه تجميل الوجه اليوم رح احكيكم عن اكثر عمليات شائعه بجراحه تجميل الوجه اول عمليه هي جراحه الانف يلي هي عمليه تحصل بيوم واحد مش مضطر المريض ابدا او الشخص اللي عم يجري هالعمليه انه يبقى بالمستشفى تنعمل وبفل بذات النهار الشغلة اللي شوي مزعجة انه معقول يكون في ورم تحت العينين بسبب هالعملية اجمالا الريكوفري بعد هالعملية بتاخد شي جمعتين والفاينل ريزولت اجمالا بعد ست شهور اذا مش سنة اوقات اذا كانت الجلد سميكة هيدي اول عملية تاني عملية هي جراحة الجفن بلاستي خصوص الجفن الاعلى لأنه كتير من النساء وخصوصي كمان الرجال بيواجهوا هالمشكلة أنه بيكون جفنهم قاشط فبيضطروا أنه يرجعوا يعملوا جراحة حتى يشيلوا هالجلد اللي عم بيهرقل فوق عينيهم اللي بيأثر على شكلهم وبيأثر كمان على نظارهم فنحن بهالحاله منضطر انه نشيل هالجلد كله جراحيا وبنرجع منقطب بطريقه تما يبين الجرح، هيدي عمليه انا كثير بحبها لانه بالفعل ما حدا بيعرف شو عاملين وبيقولولنا لنا انه مشبشبين وشو عاملين وما حدا بيعرف شو العمليه اللي عملناها، الريكفري تبعها كتير سريعه اجمالا ماكسيموم جمعتين وبتعطي كثير شباب واكيد مثل حيالله جرح بجسم الانسان، الفاينل ريزلت هو ست شهور. اما العمليه الثالثه فهي جراحه الاذن جراحه الاذن يعني الاذن يلي مقدمين لقدام او الاذن يلي شوي مخربط شكلهم فهيدي نحن بننصح انه نعملها عمر صغير يعني تقريبا عمر الخمس سنين او الست سنين هلا اذا شخص ما عملها هالعمليه في اكيد يعملها عمر كبير ما في مشكل العمليه بتستغرق تقريبا ساعه لساعه ونص وكمان مش ضروري انه الشخص يبقى بالمستشفى او يبقى بالكلينيك بفل في باندج مجبور يحطه لمده اسبوع ومن بعدين بنشيل الباندج نحن بالعياده بعد جمعه بنشوفه للشخص وبنرجع بنحط له مثل مشد لازم يلبسه تقريبا شي 10 ايام، دونك الازعاج فيها اكثر لهالعمليه هو الباندج مجبورين نلبسه تقريبا شي 15 يوم ونحطه ليل نهار 15 يوم بعدين بنصير نحطه بالليل، هيدا عمليه كثير حلوه بتسمح للنساء او او الفتيات انه يرفعوا شعرهم لان في كثير بخبوا اذنهم ب وكما انه بتسمح للشباب انه يقصوا قصة سيرة كتير ويبينوا دينيهم انا باتريك سنايفر وكنت معكم كرمال احكي عن جراحة تجميل الوجه